والحديث أكثر عن تطورات أرقام المالية العامة في الشهر الأول من العام الحالي معنا وزير المالية الأسبق محمد أبو حبور. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد، وسأبدأ بالسؤال الأبرز اليوم. 200 مليون دينار تقريبا إضافية من الدين العام في أول شهر من هذا العام، ماذا هذه الأرقام، على ماذا تدل وأين هي تذهب المؤشرات؟ شكرا أستاذ عبد الله، بنسعد التواصل معكم. أهلا بك. دائما أستاذ عبد الله، يعني هو صحيح أنه الزيادة في الدين العام، هو الدين زي ما هو معروف هو عبارة عن مرآة الأداء المالي، سواء كان العجز الموازنة للحكومة المركزية أو للمؤسسات المستقلة والوحدات المستقلة. فبالتالي هذا الدين يعني زيادته بتعني إما أنه الحكومة استدانت، وهذا الحكي يعني أرقام الموازنة للربع للشهر الأول بتدل أنه في فائض، أو للوحدات المستقلة وخاصة لشركة الكهرباء وسلسلة المياه. وطالما أنه الحكومة عندها فائض في الموازنة في أدائها في الشهر الأول، معنى ذلك أنه هذا ذهب 200 مليون إلى شركة الكهرباء أو سلسلة المياه. وبالتالي يعني هذا الرقم، يعني 200 مليون إذا استمرت الأمور على هذا الحال بزيادات، راح يكون زيادة المديونية حسب أرقام الموازنة وحسب أرقام الموازنة والوحدات المستقلة واللي قدمتها للبرلمان وأقرها البرلمان، راح تكون الزيادة بحدود 2.5 مليار لهذا العام زيادة في المديونية عن مستواها في نهاية العام الماضي 2020. وهذا رقم كبير، زي ما أنت تفضلت أنه احنا وصلنا 106% من الناتج المحلي، إذا احنا زدنا حوالي 2.5 مليار كمان عليهم، معنى ذلك أنه احنا راح نقفز عن 110% من الناتج المحلي الإجمالي. تخطي حاجز 100 هو الصراحة أنه وضع مش مريح، فما بالك لما نوصل 110% في نهاية هذا العام من الناتج المحلي الإجمالي. بحاجة إلى أنه نحن نطلع على كل القضايا على كل الجوانب ونجد الحلول المناسبة بما فيه الإصلاح المالي والإصلاح الاقتصادي بشكل عام للمنظومة الاقتصادية كلها. نعم دكتور، أيضا عندما نتحدث عن وجود فائض لدى الحكومة في الشهر الأول، نتحدث عن تقريبا 91 مليون دينار أو أقرب إلى 92 مليون دينار، يعني 91 مليون و700 ألف دينار، يعني هذه الأرقام تأتي بالشهر الأول بالفائض ممكن لتحصيل الضريبي الذي يحدث في الأشهر الأولى من العام، أما أن هناك يعني إيرادات أخرى؟ نعم أستاذ عبد الله، يعني احنا حتى نقدر نعطي الصورة الكلية ما يقدرش ناخذ الرقم زي ما هو لحاله، يجب ان نقارنه بقديش كان وضعنا في نفس هذا الشهر خلال العام الماضي، وقديش كانت الموازنة مقدرة لهذا العام، وبالتالي اذا قسمناها على 12 بنطلع بالاداء الشهري تقريبا. فكان العام الماضي أداءنا في أول شهر، يعني في شهر كانون الثاني من عام 2020، كان في عندنا فائض ب 106% مقارنة بال 92 اللي أنت ذكرتها لهذا العام. معنى ذلك أنه يعني إحنا يعني السنة هاي إحنا محققين فائض ولكن أقل من الفائض اللي العام الماضي، وهذا يعني يأتي بسبب الكورونا. القضية الثانية أنه الإيرادات العامة يعني زادت بالإيرادات المحلية، خلينا نحكي أولا، يعني صح أنها زادت لكن بالمقابل يعني إحنا نزلت الإيرادات ضريبة الدخل والأرباح بنسبة تقريبا حوالي 5.9 مليون أو 6.1%. يعني هذا بدل على أنه كمان أنه إحنا عندنا الفائض هذا. كيف بيجي الفائض هذا؟ أولا أنه الموازنة ما كانت مقررة، فكانت الحكومة تنفق بموجب أمر مالي 1/12 من إنفاقها للعام الماضي، وبالتالي الإنفاق بيكون على الحد الأدنى الممكن، سواء كان على الرواتب يقتصر على الرواتب ولا يوجد هناك إنفاق رأس مالي وقضايا ثانية، وبالتالي هي الأساسيات تنفق على الأساسيات في هذا الجانب. في الجانب الآخر هناك إيرادات بتيجي، والإيرادات بتيجي بأول 4 أشهر لأنه فيها مزايا وحوافز بدفع الضريبة حتى ما واحد يوصل لدفع غرامة على ضريبة الدخل، وبتيجي هاي عن أداء العام الماضي اللي هو 2020، وبالتالي إيراداتها تدفق باتجاه الموازنة، ونفقات يعني غير متحققة بسبب أنه الإنفاق 1/12 من الإنفاق وهو على الأساسيات اللي هي الرواتب والتقاعد والقضايا وخدمة الدين، القضايا الأساسية فقط. وبالتالي هذا إجا النتيجة عندنا هذا الجانب. يعني احنا يعني أستاذ محمد، فيما يتعلق بخدمة الدين تحديدا، نتحدث عن نفوات الدين العام على أساس الاستحقاق فعليا، كانت في الشهر الأول ارتفعت بنسبة وصلت إلى 21% بشكل عام، طبعا هذا فقط خلال الشهر الأول. يعني هذه الفوائد عندما ترتفع يجب أن يرتفع معها السداد؟
سيدي الكريم، هاي الفوائد بصراحة يعني هي بتدل على أنه نتيجة زيادة المديونية خلال السنوات الأربعة الخمس الماضية، يعني خلينا نحكي تخيل ب 2010 كانت مديونيتنا 11.5 مليار، إحنا الآن بنحكي ب 33.2 مليار. هذا الرقم مهول، وبالتالي هذا الرقم بيستحق عليه فوائد. رغم انخفاض أسعار الفائدة عالميا ومحليا ودعم البنك المركزي لأسعار الفائدة وتخفيضها، إلا أن زي ما أنت تفضلت أن هناك في زيادة في فوائد الدين بنسبة 21%. هذا بيدل على قضيتين، يعني القضية الأولى أنه الدين ارتفع عندنا بشكل كبير، والقضية الثانية أنه ما زالت الحكومة تدفع فوائد إلى حد ما مرتفعة إلى حد ما، ونتيجة الإصدارات اللي أصدرتها الحكومة وكانت إلى حد ما نسبيا معدلاتها أعلى من المعدلات العالمية في جانب، والجانب الآخر أنه إحنا عندنا تسديد القروض بيجي بشكل أكبر، وبالتالي نتيجة أنه الدين يعني نسبته أكبر وحجمه أكبر، وبالتالي التسديد بيجي بصورة أكبر. دكتور، كيف لنا، يعني هو السؤال الأصعب أو الإجابة الأصعب، هو كيف لنا أن نضع الدين العام على خط الانخفاض أو الانحسار بشكل عام؟ شكرا، فعلا هذا أستاذ مهم، سؤال مهم أستاذ عبد الله. يعني هذا السؤال، يعني احنا عندنا المؤشرات الاقتصاديه الاوليه للسنه هاي الحمد لله، انه مثلا مؤشر سوق عمال المالي تحسن باكثر من 7%، صادرات نمت باكثر من 10%، التداول في السوق العقاري زاد بنسبه حوالي 34%، ربحيه البنوك تحسنت، ارباح البنوك والشركات زادت بنسبه 170%، الشيكات المرتجعه نزلت بنسبه واضحه، زياده الودائع التسهيلات زادت كل منها بحوالي 500 مليون، هاي بتدل في انه في مؤشرات ايجابيه، لكن احنا الموازنه قدمت عجز هذا العام ل 2021 بمقدار حوالي 2.5 مليار، زائد حوالي كمان 400 مليون تقريبا 500 مليون في الوحدات المستقله، فاحنا عندنا 2.5 مليار بده يزيد الدين كحد ادنى، اذا افترضنا انه الايرادات المحليه جايه بالكامل، واذا افترضنا انه النفقات لم تتجاوز مستواها، راح يكون عندنا زياده في المديونيه، فبالتالي زي ما حكيت لك العجز مرآته هو الدين، فبالتالي زياده الدين تعني زياده العجز، وطالما انه احنا في عندنا عجز مقدر لهذا العام بحوالي 2.5 مليار للمؤسسات الوحدات المستقله والموازنه العامه، معنى ذلك انه الدين راح يزيد، وتخفيض العجز هو الاساس حتى انه نصل لتخفيض الدين، وبالتالي انه نصل للمستويات الامنه والمريحه والمطمئنه، واللي ما بتستنزف جانب كبير من الاقتصاد الاردني بتوجيهه نحو الخارج او نحو سداد فوائد الديون داخليا وخارجيا. وهو ما نامل. وزير الماليه الاسبق دكتور محمد ابو حمور، شكرا جزيلا لك على هذا الشرح الوافي.